لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، ميليشيات مسلحة تختطف 2 من المزارعين شمال شرقي بعقوبة. في صحيفة المدى، تسجيل 250 ألف عاطل عن العمل في ذي قار، بينهم أكثر من 50 ألف خريج. في موقع كتابات، تحالف الصدر يتهم الرئاسات بتعمد تغليب المحاصصة على الدرجات الخاصة. في صحيفة البصائر، حقوق الإنسان تطالب الحكومة بضرورة النظر بجدية إلى الاحتجاجات في البصرة. في القدس العربي، بعد ضغط أمريكي، الأمن الفلسطيني يطلق سراح رجل أعمال شارك بمؤتمر البحرين. في العرب اللندنية، إحراج لبرهم صالح وعادل عبد المهدي، ميليشيا عراقية استهدفت السعودية. وفي العربي الجديد، ترامب يلتقي كيم اليوم بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. السلام عليكم. تتداول بين الأوساط السياسية العراقية عبارات وكلمات وجمل، وفي الأروقة الخاصة بالكتل السياسية العديد من التصريحات والكتابات الخاصة بكيفية التعامل مع الأوضاع السائدة الآن في العراق، بعد أن أصبح الفساد السياسي والاقتصادي عنوانا للمسار الحكومي، وافتقار حكومة بغداد إلى العديد من المهام الموكله لها، وعدم قابليتها على تنفيذ مشروعها الحكومي الذي أعلنه عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب، وعدم قدرتها على التحكم بمقدرات القرار السياسي وتعاملها مع الأحداث التي يعيشها العراق أو التي تطال منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وابتعادها عن الكثير من المعايير الأساسية في كيفية استيعاب الطموحات الشعبية والحقوق الخاصة بالمواطنين العراقيين، مقال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. هنا علينا أن نؤشر أن مفهوم المعارضة السياسية هو أن تكون صادقة وواضحة في اعتمادها الحقيقي للشعب، مدافعة عن حقوقه، تستلهم المعاناة والمكابدات التي يعيشها أبناء الوطن لتكون هي صوت الحق المدافع عن حقوق المواطن، وأن تمتلك رؤية سياسية واضحة وبرنامجا تنمويا خدميا يمتلك العديد من أوجه التطور والفعالية بإحداث التغيير الديمغرافي المنشود ضمن إطار وطني حقيقي، وليس جزءا من العملية السياسية التي أثقلت كاهل المواطن في العراق، والمدعومة من قبل الاحتلال الأمريكي والنفوذ السياسي الإيراني عبر 6 حكومات تشكلت بعد عام 2003. فالذي يدعو إلى المعارضة التقويمية عليه أن يكون جادا في طروحاته وغاياته، لا أن يكون داعيا لتحقيق مصالحه الفئوية، ويستخدم هذا المفهوم في المعارضة لكونه اختلف بتقاسم المصالح المالية أو ابتعد عن المشاركة السياسية في الحكومة، ولم يتمكن من تحقيق غاياته ومصالحه في الاستحواذ على المنافع الاقتصادية وأوجه السيطرة الفعلية على القرار السياسي ومشاركته بإدارة الحكم في العراق. ويضيف الكاتب، جميع من يدعي التقويم السياسي أو المعارضة الميدانية كان ولا يزال جزءا حيويا وفعالا من العملية السياسية، بل ومدافعا عنها متشبثا بها. يقول الكاتب علي حسين في مقال بصحيفة المدى، غريبة هي أخبار هذا العالم، فبينما تتراجع هونغ كونغ تحت ضغط الاحتجاجات عن تشريع قانون يتعلق بتبعيتها للصين، تطلق شرطة البصرة النار على المتظاهرين وتحذرهم من الاقتراب من بيوت المسؤولين. وماذا عن الخدمات يا سادة؟ إنها مؤجلة حتى يتفق البرلمان على منح امرأة حقيبة وزارية. ونقرأ في الأخبار أيضا أن البعض في الدنمارك احتج لأن رئيسة الوزراء اختارت في حكومتها 7 نساء فقط. نحن الشعب الوحيد الذي يضحك عندما يقرأ خبرا يقول إن الرئاسات الثلاث اجتمعت وتدارست وقررت أن تعلن حصر السلاح بيد الدولة. أما كيف؟
والسلاح مزدهر بجميع أنواعه، قنابل يدوية، رشاشات، صواريخ، وأيضاً مدرعات إذا تطلب الأمر. يا سادة، حصر السلاح بيد الدولة هذا أقصى ما تتمناه الرئاسات الثلاث، وأقصى ما نفرح به هذا الشعب الذي ظل ساهراً ليعرف نتيجة المباراة بين المتظاهرين على تعليق أعلام فلسطين على بنايات السفارات. انسوا أننا شردنا الفلسطينيين المقيمين في بغداد وصادرنا بيوتهم، ونمنا فرحين لأنهم استبدلوا البيوت بخيم على الحدود. يكره مسؤولون الأرقام إلا أرقام التأييد وحسابات البنوك والسيطرة على المشاريع والمقاولات. كل أرقام أخرى مرفوضة ومكروهة لأنها جزء من المؤامرة الدولية على التجربة الديمقراطية في العراق. أرقام الأموال المنهوبة، أرقام الأموال التي صرفت على مشاريع وهمية، أرقام ضحايا الفشل الأمني، أرقام الفقر والمهجرين والكفاءات التي شردت، تقارير الفساد والبطالة والتزوير، أرقام علينا ألا نقترب منها. أصل المشكلة أن رئيس الجمهورية منذ عام 2003 عام الغزو الأمريكي لا ينتخب من الناخبين العراقيين مباشرة، بل يختاره حزبه أولاً وفق تفاهمات وتراضيات وتقاسمات داخلية، ثم مساومات وتفاهمات خارجية مع الحزب الكردي المنافس. مقال الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية حول صلاحيات الرئيس في العراق. أصل المشكلة أن رئيس الجمهورية منذ عام 2003 عام الغزو الأمريكي لا ينتخب من الناخبين العراقيين مباشرة، بل يختاره حزبه أولاً وفق تفاهمات وتراضيات وتقاسمات داخلية، ثم مساومات وتفاهمات خارجية مع الحزب الكردي المنافس، وبعد ذلك يتم استحصال الموافقة على التعيين من الحاكم الفعلي للعراق الحاج قاسم سليماني، ثم تدخل الصفقة إلى قبة البرلمان لكي تبدو كأنها تمت ديمقراطياً ونيابياً، لتبدأ مرحلة التوافق والتراضي بين رؤساء الكتل النيابية التي تعود العراقيون على ما يجري فيما بينهم دائماً من صفقات وتبادلات وعمليات بيع وشراء للمناصب والمكاسب والرواتب علناً ودون خوف ولا حياء. النظام الفاسد المقنع بعدالة توزيع الحصص والمسمى بالمحاصصة، والذي لم يحترم أهل السياسة غيره من الأنظمة والقوانين، هو الذي قرر أن تكون رئاسة الوزراء هي الحاكم الأعلى والأقوى معاً، والتي تحتكر الحقوق والصلاحيات كافة، ثم جعلها من نصيب الشيعة العراقيين المجازين من قاسم سليماني والقاعدين القائمين بفضله وكرمه وعفوه ورضاه، ثم أهدى رئاسة البرلمان الخالية من أي فعل حقيقي لسنة السفارة الإيرانية حلفاء هادي العامري ونور المالكي وقيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس وفالح الفياض. فلو كان الدكتور برهم صالح بثقافته وحسن سيرته ونزاهته وسلامته من الطائفية والعنصرية منتخبا مباشرة من الملايين من الناخبين العراقيين شيعة وسنة، عربا وأكرادا وتركمانا، مسلمين ومسيحيين شمالا ووسطا وجنوبا، وليس معينا من قبل واحد إيراني وشلة عراقيين يوصفون بأنهم أصحاب الكتل الثلاث الأكبر في البرلمان الذين يديرون شؤون البلاد والعباد من وراء ستار، لكان اليوم هو الحاكم بأمره وهو السيد المطاع والذي لا يقل هيبة عن صدام حسين أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الفرنسي إيمانويل ماكرون والألمانية أنجيلا ميركل، ولكان عادل عبد المهدي اليوم بمقام حسن روحاني من المرشد الأعلى، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. يقول الكاتب سيف أكثم المظفر في مقال بموقع كتابات: لن أكون سوداويا في الرؤية ولن أقيم بشكل أحادي، لكن مقاييس النجاح تحددها الأرقام في بلد مثل العراق ذو ثروة كبيرة وعقول غنية وطاقة شبابية هائلة، يجب أن يقفز في أعلى المراتب خلال أشهر، ولو وظفت بشكل صحيح لا يخفى عن كل متابع للوضع العراقي أن التشتت والصراع الداخلي والمحاصصة المقيتة قد شلت حركة التقدم، وجاء الفساد ليقضي على أمل التطور والأمن وحتى المستقبل.
كان من أولويات الحكومة محاربة الفساد بالطرق القانونية وتفعيل الجهات الرقابية وأساليب التدقيق والرقابة من خلال قيادة عليا لمكافحة الفساد. أنتج مجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمجلس الوزراء لكنه لم يعطي النتائج المرجوة، في حين أن الفساد الإداري والمالي بتطور مستمر. واجب الدولة على الأقل هو إيقاف الفساد أولاً، ثم البحث عن طرق محاسبة حقيقية تقضي على رؤوس وأذرع مافيات متغلغلة بين الدولة وتجار خارج وداخل جلسة الدولة العراقية. بعد تجاوز عمر الحكومة قرابة 10 أشهر، إلا أنها تسير ببطء كبير وفشل في بعض المجالات، وتتقدم بميادين أخرى بعيدة عن أيدي الناس واحتياجات الشعب الضرورية، وخصوصاً الشباب الذي بدأ يتذمر بعد تفاقم حال الخريجين والعاطلين بظل غياب القطاع الخاص ونفاذ مشاريع الاستثمار التي باتت تستقطب عاملين من الخارج على حساب جيوش الشباب العاطل والغير مؤهل. في قطاع الصحة لم تستكمل المشافي والتي نسبة إنجازها فاق 90%، وضعف الكوادر الصحية وقلة عددها مع زيادة هائلة في السكان والعشوائيات التي تفتقر لأدنى رعاية صحية أولية. التعليم هو عصب المجتمع وشريان الحياة الذي به تحيا الأمة وتضمن لنفسها مستقبلاً ولأجيالها رفاهاً واستقراراً. لا مدارس ولا كوادر ولا مناهج، جميعها تحتاج إلى إصلاح وتصحيح، ولم تحرك الدولة في هذا الجانب، ونحن مقبلون على نهاية موسم دراسي كانت نتائجه كارثية على مستوى التقييم والتخطيط، حيث أشارت إحصائيات بتسرب آلاف الطلبة من المدارس في المرحلة الأولية وإخفاق كبير للمرحلة المتوسطة والثانوية، حيث نسبة النجاح لم تتجاوز 30%. ما الذي تبقى للاجئين الفلسطينيين؟ سؤال يطرحه الكاتب عريب الرنتاوي في موقع عربي، مضيفا إحساس عميق بالخيبة هيمن على جموع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن انتشارهم، وهم يتابعون الفتى الغر في وقائع ما سمي بورشة المنامة. لقد شاهدوا بأمهات عيونهم كيف جرى التنكر والتجاهل والاستخفاف بأحلامهم وأشواقهم في ممارسة حقهم المنتظر منذ أزيد من 7 عقود في العودة، التعويض وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة عاصمتها القدس. أسقط صير الرئيس حق اللاجئين في العودة، وأسقط معه حقهم في التعويض الفردي المناسب، وأسقط حقوق الدول المضيفة في التعويض عن سنوات الاستضافة الطويلة. أسقط نظرية الرزمة الشاملة التي نهضت عليها كافة مبادرات السلام على عجرها وبجرها، وقدم تصوره للحل عارياً حتى من ورقة التوت. زاد الطين بلة أن إدارته تخوض حرباً شعواء ضد الأونروا بهدف تصفير مواردها توطئة لتصفيتها نهائياً، تأكيداً على مقاربته الجديدة للحل، تاركاً مئات ألوف اللاجئين في المخيمات مجردين حتى مما يسد رمق أطفالهم، ويوفر لهم الكراسة والكتاب المدرسي والغرف الصفية. كوشنر بنى نظريته على فرضية الاعتراف بالحقائق كما هي، حتى وإن كانت حقائق استعمارية احتلالية فرضت بقوة الدبابة والمدفع وبخلاف مع القانون الدولي. تحمس لضم القدس والاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. أطلق رصاصات الرحمة على جسد الأونر والمريض، نعى مبادرة السلام العربية كونها غير واقعية، تنكر لاستقلال فلسطين وحق شعبها بتقرير مصيره بنفسه، واليوم يتحضر للخطوة التالية، ضم المستوطنات ومجالها الحيوي وطرقها التفافية لإسرائيل، وإبقاء سيطرتها على غور الأردن لأسباب أمنية استراتيجية، مكتفياً بالتلويح بـ30 من الفضة. باختصار شديد، لم يبقي الرجل وفريقه المتصاهين رصاصة في جيبه إلا وأطلقها على الحلم الفلسطيني. الفلسطينيون عامة واللاجئون منهم على وجه الخصوص لم يبقى لديهم شيء ليخسروه. هذه هي الحقيقة العارية التي تتركها مبادرة ترامب في صفقته لهؤلاء. لقد فعل هذا الفريق المتصهين كل شيء ممكن لإثارة خيبة الفلسطينيين وغضبهم، ومع ذلك لم يتردد هذا الساذج في مخاطبة الفلسطينيين من على منصة المنامة بقوله: ترامب لن يخذلكم، أو حين يعرض عليهم فرصة القرن لا صفقته.
يختزل العهد الأول لدونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأكثر قربا من إسرائيل الكيان الكولونيالي الاستيطاني في فلسطين أكثر من 71 عاما على نشوء المسألة الفلسطينية، كي يقر بما حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن ترسيه من وقائع كولونيالية تحفظ لكيان الاحتلال الاستيطاني وجوده وتفوقه فوق أرض الوطن الفلسطيني بكل ما يحمله شعب هذا الوطن من نكبات وتشريد ومجازر واعتداءات ومظالم عدوانية ضد الأرض والناس والهوية والثقافة والحقوق الوطنية والإنسانية، وهو ما لم ولن ينسجم مع قيم المجتمعات البشرية السوية، مقال للكاتب ماجد الشيخ في صحيفة العربي الجديد. في الواقع الوطني الفلسطيني فهناك ما يمكن توصيفه بأكثر من الاستهتار واللا إدارية وغياب الحضور أو التزام المسؤولية العليا بما تحتمه من ضرورة توحيد عناصر المقاومة الشعبية والسياسية والجماهيرية والتنظيمية وتأطيرها في جبهة متراصة تقاوم كل ما يراد للقضية الوطنية الفلسطينية أن تصبح عليه من هباء منثور بفضاءات عالم لم يعد يبالي بغير مصالحه الذاتية الخاصة، حتى أشقاء للفلسطينيين باتوا يغردون في سرب الأعداء نافضين عن كواهلهم كل مسؤولية وطنية أو قومية، وكان الفلسطينيين باتوا من شعوب عالم رابع لا تربطهم أي رابطة بعرب اليوم. فقد نجح استبداديون وديكتاتوريون أنظمتنا الرسمية في تحقيق نقلتهم الأخيرة من جيرة الدار الواحدة إلى حيرة الانتماءات الواحدة انعكاساً لوحدة حال أصحاب المال وسلطة الاستبداد والفساد، الحيرة المحسومة سلفاً للأقوى في المنطقة والعالم حيث الهيمنة والنفوذ لم يعودا يتساوقان مع العدالة والنزاهة وقيم الحقوق والمنطق الإنساني الأرقى قدر انحيازهما لقيم الزبائنية المنحطة كما بدت وتتبدى اليوم في عصر معولم ومخادع. ويختتم الكاتب بالقول ما بني على الخداع والخديعة لن ينتج غير مزيد من الخدع. كشفت شركة السيارات الألمانية BMW عن بعض خططها للسيارات الكهربائية في أثناء عرضها لأحدث نماذجها الأسبوع الماضي، وقالت الشركة إنها ستطلق 25 سيارة كهربائية بحلول عام 2023. تبدو السيارة كأنها مركبة فضائية في فيلم هوليودي أو لعبة فيديو، وقد قررت الشركة إطلاق موقع تسويقي خاص بهذه السيارة لضمان حصول الجمهور على بعض الاستمتاع. لا تنتج السيارات الكهربائية لا تنتج أي ضجيج من المحرك، لذا عملت الشركات مثل جاغوار على منح سياراتها ملفات التعريف الصوتية إما لتحذير المشاة من وجودهم أو لطمأنة السائقين الذين لا يسمعون صوت. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.